السلام عليكم. اليوم خسرنا صحيح، خسرنا ضد رجال ولعبنا رجال وكورنا رجال وخسرنا رجال ونقعدوا رجال، والمنتخب متاعنا منتخب متاع رجال. مبروك للمنتخب الجزائري، المنتخب الشقيق، مبروك للإخوة الجزائريين. لكن بصراحة رغم الألم اللي نحس فيه اليوم، رغم الغسرة بصراحة اللي في القلب اليوم، لكن بصراحة فرحان اليوم، فرحان على خاطر كوننا رجال في الدورة هذه، فرحان على خاطر شفنا رجال. شفنا على سبيل المثال بلال العيفة، بلال العيفة عامين التالي فيل صغير، اليوم بلال العيفة جندي من الجنود اللي حاربوا في الملحبة متاع نهائي مونديال العرب. خراح من الاخر ظهر بالكاشف افضل زوز منتخبات. صحيح المنتخب الجزائري تحصل على البطولة هذه، ونعاود نقولها مبروك ليكم، شابو ليكم اخواتنا ورجال. كيف انتم رجال حتى احنا رجال. اليوم ظهر بالكاشف انه افضل زوز منتخبات هو المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يلعب بالمنتخب الثالث، المنتخب التونسي يلعب ناقص 7-8 لاعبين اساسيين، وشفناهم وصلوا للنهائي. في المقابل المنتخب المصري ناقص محمد صلاح، وما نحسبوش ناقص على خاطر محمد صلاح فخر ليفربول، راه مش فخر المصار، وعلى خاطر محمد صلاح في مصر يا معلم كلاها الدنيا ماكله وتصحت بالاخره مع مصر، ما ثم حتى شيء. يعني المنتخب المصري ضد المنتخب التونسي تلعبوا كاملين، والله العظيم خايف عليكم من المقابلة الفاصلة. وبرو مشيوا وشوفوا منتخب آخر، أخطاؤكم المنتخب التونسي، أخطاؤكم المنتخب الجزائري، أخطاؤكم المنتخب المغربي، على خاطرنا رانا نقعدوا العقدة متاعكم. فرحان محمد أمين بن حميدة من اكتشافات الدورة اليوم، فرحان بغيلان الشعلاني. غيلان الشعلاني عمري ما كنت مقتنع به بصراحة، لكن اليوم وقت اللي جد الجد شفت بصراحة راجل، شفت حربي في وسط الميدان نقولها، وضميري مرتاح. اليوم غيلان الشعلاني أفضل لاعب في المنتخب. اليوم فرحان بنعيم بسليتي، اليوم فرحان بعودة يوسف المساكني، اليوم فرحان باكتشاف الدورة حنا بعل المجبري. اليوم صحيح عدنا ملعبية في المنتخب أقل قيمة من المحترفين متاعنا في أوروبا، لكن شفنا ملعبية بصراحة عندهم روح وطنية كبيرة. اليوم كنشوفوا اللاعب التونسي وقت اللي يلعب على المريول، وقت اللي يلعب بالجرينتا، وقت اللي يلعب بالروح، وقت اللي يلعب مغير حسابات، وقت اللي نكونوا لحمة بركة فين ينجم يوصل المنتخب. صحيح انهزمنا ضد المنتخب الجزائري اللي نقولها أفضل منتخب في الدورة بدون منازع. المنتخب الجزائري كان عنده باركور صعيب برشا حتى يوصل للفينال، لكن المنتخب التونسي مش على خاطر انهزمنا ضد الجزائر يمشي كل شيء هباء منثورة. يلزمنا نبنيو على الإيجابيات الكبيرة اللي خرجنا بها من الدورة هذه. مانيش فرحان بحراس المرمى اليوم، مانيش فرحان بمعز حسن، مانيش فرحان بفاروق بن مصطفى، ظهر بالكاشف انه نقطة ضعف المنتخب في الدورة هذه وبامتياز هما حراس المرمى. اليوم معز حسن يا معلم مد يدك، مدها يدك ما تحشمش، لو كان عملت فورك ناحيه الكره مش بعيده كيف ما كنت تستخايل. اليوم شفنا في الدوره عدنا حراس منين يشوطوا لهم يحطوا الكره في الشبكه. سيف الدين الجزيري هداف الدوره، فرامو هو هداف الدوره باربعه اهداف. وقت اللي جد الجد ما تلقاش سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري مش المهاجم اللي باش يعمل عليه المنتخب في الاوقات العصيبه. ما لقيناش سيف الدين الجزيري ضد المنتخب المصري، ما لقيناش سيف الدين الجزيري اليوم ضد المنتخب الجزائري. نقولها وعلى مسؤوليتي، سيف الدين الجزيري اليوم وراء هزيمه المنتخب التونسي بطريقه مباشره، انه قاعد يضيع في كور في متناول مهاجم عادي طريقة غير مباشرة. سيف الدين الجزيري اليوم وراء هزيمة المنتخب قلب الأمور الكل. المنتخب ما شاء الله أول المقابلة تخل في صلب الموضوع ما غير جس نبض. شفنا منتخب مسيطر، شفنا منتخب يخلق في الفرص، شفنا الفرصة متاع بلال العيفة، فرصة متاع منتصر الطالبي. المنتخب الجزائري بصراحة والأمانة نقولها ما فهم حتى شيء اللي تجي الجس اللي قلبت الأمور الكل يا معلم يا سيف الدين الجزيري. توا انت مهاجم، المهاجم شنو المهمه نتاعو باش يحط الكره في الشب؟ جبركة نحب نفهمها، علاش تضرب فيه يوسف البلايلي؟ صار كونتاكت بينه وبين لاعب بالمنتخب نتاعنا وتصير في كره
القدم يا معلم جاي من غادي ونعرفش شنو وتقف وتضرب فيه ملعبه في بطحه معلم يندرى الحكايه تستوجب انك انت باش تضرب لاعب ولا باش في بالك باش يسكتولك راك مهبول كان ماشي في بالك بس يسكتولك ظلموك ما ظلموكش دار بساحتك ما دارش بساحتك علاش تضرب فيه المنتخب الجزائري ملقاش الاليات متاع اللعب بتاعه بعد الاكسيون هذيك اللي عملتها انت بالذات تقلب المنتخب الجزائري رجعت فيه وروح كبيرة وانت وراها المنتخب الجزائري قبل الاكسيون كان حاجة وبعد الاكسيون بتاعك ولا حاجة اخرى تكشي في بالك عندك بدن متاع لوكاكو باش تمشي وتعمل مركاج وتدور بالكورة يا معلم راهو في اللاكس بين بالعمري وبين عبد القادر بدران راهو كلاو لك القلب نتاعك كان في بالكش بروحك راك عباره فخذ ريت انت فخذ من فخذ بالعمري وتزيد تكر على صاحبك حنا بعد المجبري يمكن برشا عباد ما ركزوش مع الحكايه يا ما الحمد لله ما نفلت حتى شيء ريت بن عياده وقت اللي شد حنا باع على كايا وخانكو ماكم شفتوها الفاز هذيك خرجوا سيم المقابله ملاعبي مازال صغير قد عمره هو عمره 18 سنه يعني تصير له حكايه كيف هكاكا خرج من المقابله شبنا حنا باع المسكين وليت تجي كوره يعطي باس تجي كوره يعطي باس خارج للموضوع وهذا كل شكون وراه وراه سيف الدين الجزيري بالنسبه للنبار ومنهم كان النبار المصري اللي ضحك عليه كريم الغربي ورجع له فيديو بدموع المنتخب الجزائري من يغني عقي يغني عقي يا معلم شبيك وسع بالك تعرف شنو تتسمى هذه بالتونسي النعجه ريتها النعجه تتفوخر بليه الكبش اليوم المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي ريت الرجال كي يلعبوا بالرسمي صحيح انهزمنا ضدهم وانهزمنا 2-0 لكن الرجال وقت اللي تتقابل في أرضية الملعب تشوف بالرسمي الجرينتا تشوف السبكتاكل تشوف الكورة تشوف الروح الانتصارية ونعاود نقولها لولا تونس لولا الجزائر لولا المغرب كيف حتى انتوما مصر نقولوا كلمة الحق لولا الرباعي هذا ممكن الدورة كانت ماستا لاستا كانت دورة فاشلة دورة المجاري البترولية دورة وفات على روح المنتخب التونسي خرج بمكتسبات المنتخب الجزائري خرج مكتسبات كي نشوفوا الجزائر نلقاوه ما شاء الله لا قوة الا بالله خرج الياس الشتي خرج عبد القادر بدران خرج كيف كيف محمد امين توقي ثلاثه ملعبيه هذوما ينجموا يكونوا شواء في المستقبل الجمال بالماضي كيف كيف ما غير ما ننساو ياسين ابراهيمي اللي ظهر وبين بالكاشف انه مازال ما عنده ما يقول في روحه وينجم يكون عنصر فعال في الفريق الاول بطبيعه مانيش نحكيو على يوسف البليلي يوسف البليلي بصراحة نقوله أفضل لاعب في الدورة يوسف البليلي والله العظيم مانيش عارف أعطاوه الجائزة هذه ولا لكن يوسف البليلي هو أفضل لاعب في الدورة بالنسبة للمنتخب التونسي كيف كيف خرجنا برشا مكتسبات باهية خرجنا بلال العيفة خرجنا محمد أمين بن حميدة خرجنا بغيلان الشعناني خرجنا بالروح الانتصارية والجرينتا اللي ضر بها المنتخب ونجموا نمشيوا بها لبعيد المنتخب التونسي كيف كيف رجع له الجمهور متاعه اللي كان بعيد عليه هذه من رأي كلها مكتسبات ويلزموا المنتخب يحافظ عليها في كاس افريقيا الكامرون 2022 وفي الختام البيار يقول لكم تحيا تونس تعيش تونس بكلنا تونس والسلام.